صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكاميرا كاشي ياسين. ضيفنا اليوم هو الوجه الإعلامي منصف بن سعيد اللي عرفتوه من خلال البرامج الرياضية في التلفزة والراديو. العباد اللي شافتني نبكي غالطين على طول الخط لأنهم كلهم مشاو مع الحملة اللي وقعت على الحاج المنصف بن سعيد اللي قالوا بكاء على زين العابدين بن علي بعد ما خذت الطيارة ومشى. مو صحيح. منصف جانا الحديث على مسيرته الإعلامية الثرية وأبرز المحطات اللي مر بها. هي وقت اللي كانت الأفواه ساكتة كان فما برنامج اسمه بالمكشوف في حنا بعد. كانت فيه كيب تبارك الله عليها، كنا نتكلموا كنا نبوسوا بعضنا بعداش في الاخر الحلقة ما يعرفوش بعضكم. أي بلا ما يعرفوش علاش نبوسوا في بعضنا، هي لأن ما نعرفوش روحنا راجعين ولا لا. معنا علي ترابلسي مراسلنا من أمام مقر الولاية. مرحبا بك علي. مرحبا بك نبيل. هنا تم تحرك احتجاجي لبعض المعطلين عن العمل، رافعين شعارات يعني المطالبة بالتشغيل، لكن يعني هنا تحرك الاحتجاجي هذا سمعنا صوت إطلاق نار، بس أنا ما نعرفوش مصدر صوت الإطلاق هذا منين، إطلاق النار منين بالضبط، مش نحاولوا يعني ندخلوا ونقربوا أكثر كلنا نعرفوا مصدر إطلاق النار، ونرجع لكم أكثر تفاصيل نبيل. شكرا لك علي ترابلسي، كنت معنا مباشرة أمام مقر ولاية. نرجع لك في إطار وكأنه عملوا لي ترانزيشن لإطار العنف اللي نحكيوا عليه ليمات، خلينا نكمل ساعة في بالمكتوب بعد كده نرجعوا نحكيوا على العنف في الملاعب. التدخل الأول مراسلنا علي ما جلبش انتباه ضيفنا اللي كان يكتب وما على بالوش بالوضع، واصل يحكي على إفريقي والترجي وتجاهل تماما الأخبار القادمة من الولاية. في خبرك عنا خبر عاجل من فرنسا، فانكات نبيع عن احتجاز رهائن ابن حكومي، شرطة تطوق المكان، هذا خبر جينا من فرنسا 24. نرجع لك. والله العظيم شيء المنصف شيء ربي بقي السر على بلادنا، سطر إلى يوم السطر يا ربي. معنا علي به، معنا علي من مغادي. علي نعرفوش شنو اللي صاير بالضبط هنا، ثم حالة متاع ارتباك وفوضى كبيرة لهنا، ثم موظفين يحكيوا انهم شافوا شخص افتك سلاح تعاون امن وقت حم مكتب الوالي، ثم حديث على وجود رهائن لهنا، بس انا ما نعرفوش شنو اللي صاير بالضبط، ثم صوت النار. علي رد بالك على روحك، توخي الحذر لازم، اطلاق نار سمعناه في المداخلة نتاع علي ترابلسي، افتكاك كرتوش ايه ضربات كرتوش به، ناخذ اطلاق النار، طلقات زوز طلقات في الليل. نشوفوا في عربات أمنية واستنفار على بحث السور نتاع الولاية، ربي يقدر الخير. تونس ما تستحقش هذا الكل باش نعرش انا سي المصف، تؤلم تصور كيما هكا. انا ما عنديش تعليق، انا مذبيره اللي غادي، ما عنديش تعليق بالكذبش عليك، مذبيره اللي غادي باش نعرف على الكذب شو اللي فما. بلادنا يا خويا بلادنا ما تضيعش من ليديلا، تو تشوف عبد، تشوف قداش ما نعرفوش عبد، اثنين ثلاثه تشوف قداش من الناس متجنده، هذوكم الكل معرضين روحهم للموت، اللي قاعدين نشوفوا ما نعرفش السادة المستمعين سامحوني، احنا راهو قاعدين نشوفوا في صوره حيه على فرنس 24 وخبر عاجل من تونس، يعني حشرات الشرطة وسلاح كبير ودنيا كبيرة، معناتها إن شاء الله لباس، إن شاء الله ما فما كل خير، إن شاء الله يقع القبض على أنا نسميه مجرم، ما في حتى شك. به معنا علي، علي 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 اسمع في علي ولا علي ترابلس هلو، ما تقولش المباشر، شكون ما تقولش المباشر لاباري نتاع علي، شكون يحكي في لاباري نتاع علي ما تقولش المباشر، شكون قتلهم الكل. لا 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 شكون شكون معايا على الخط، شكون معايا على الخط. لا لحظه انا يا سي البوغالمي خويا، عمري 26 سنه باك بلس 3 في الوالي، عندي نصبه نتاع دخان في الوالي هذايا، كل يوم يبعث لي شكون يفك لي الناس علي حيوانات خويا. لحظه معاكم علي ترابلسي وين، وهذا التليفون علي ترابلسي راه وقلت شكونك انت، شكونك انا نبيل بن عمر مقدم البرنامج وسام السحلي وسي المنصف بن سعيد. شو اجا قلك عندي لي سي المنصف يحكي معايا، ما تحكوش معايا انت، تفضل يا حاج هاني نسمع فيك، اما هدي روحك انت المنصف عليها كاس المنصف، عايش خويا انا كاس المنصف، اغزر لي عايش خويا، محلاك تتكلم الكلام هذا، اغزر لي عايش خويا، انت قدرت لي وكبرت بيا ويرحم والديك وربي فضلك، ابا كان عندك سلاح في يدك نحي، احنا تونس بلاش تاع سلاح، وبقدرة الاله صاحب القدرة ما تلقى كان الخير،
خذ كلابك انا لاخوك ومشيت لبيت ربي وان شاء الله تمشي معايا لبيت ربي. اذا عندك سلاح نحي عايش خويا نحي سلاح عايش خويا وما لازونا مش عملوا لا ما نحبكش ما نحبكش هكا انت صوتك حلو وكلامك حلو ما نحبكش تقول الكلام هذايا ربي معاك راه ربي فوق الناس الكل ما تخافش بابا انا جي معاك انا معاك ابا ما نحبكش تهز سلاح توزي بهز سلاح على خو توزي عايشك يا عايش خويا خذ 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 لي بخاطري انا عايشك يا سي منصف نحب نحكي حكاية سي المنصف شيخنا بالكامل لو كان متأثر ياسر باللي صاير ومع وصول الصورة من داخل مكتب الوالي ضيفنا باش يواصل البكاء وباش يلقى روحه المفاوض الوحيد للخاطف ياسين وهذا الكل بعد الفاصل.